من ضمن كمان الاخبار اللي معانا وهو خبر في الحقيقه مهم، لانه في نجمنا المصري محمد صلاح لاعب طبعا فريق ليفربول الانجليزي، والحساب الرسمي لجريده ميرور البريطانيه على تويتر نشرت وقالت ان تم اكتشاف حاله ايجابيه لفيروس كورونا في لاعب من ضمن لاعبي ليفربول خلال المعسكر التدريبي للفريق في النمسا. حضراتكم شايفين اللقطات دي، ودي في اطار استعدادات الفريق لمباراه الدرع الخيريه اللي هتكون يوم 28 من الشهر الجاري امام فريق ارسنال، المباراه اللي بتبقى قبل كل موسم يعني زي مباراه السوبر كده عندنا. فبالتالي نتمنى طبعا كل التوفيق لنجمنا العالمي محمد صلاح ولليفربول بما اننا عندنا نجم مصري فيه يعني. لكن الاهم في الخبر ده ان في حاله كورونا في الفريق، ولما اتكلم كمان الحساب الرسمي لموقع كوره على تويتر قال ان ليفربول لم يعلن هويه المصاب حتى الان، لكن احنا عايزين نطمن على الجزئيه دي تحديدا. ومن خلال متابعتنا فيما قبل حلقه اليوم احنا شفنا صور لحساب او على حساب ليفربول على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد صلاح بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، فده معناه ان صلاح الحمد لله سليم ومفيش اي مشكله خالص.